رجعنا من جديد في فير بلاي، نبدلوا الاختصاص نحكي هوند. معنا بالتليفون موجود مباشرة من قطر اللاعب وائل المزوغي، لاعب ساقية الزيت الموسم الماضي، لاعب السابق الدرجة الرياضية التونسي، باش نحكيو على احتراف وتجربة جديدة ليه في الخليج مع نادي ريان القطري. وائل اهلا بيك. السلام السلام خويا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله لاباس الحمد لله. صباح الحمد لله. عندك مده في قطر ولا اليوم مشيت ولا كيفاش؟ اليوم سمعنا خط الاخبار نحن. صحيح والله، توا عندي 8 ايام خاطر لازمني نعدي فتره الحجر الصحي، خاطر مانيش ماخذ الفاكسان. انا قانون هذا في قطر لازمك، معناتها اوبليجي كي تمشي لازمك تعدي 10 ايام حجر صحي. عندي توا 8 ايام بالضبط. باهي، خلينا نحكيو شوية على التجربة الجديدة. وائل، أول حاجة مباركو لك مع نادي ريان القطري، كيف جاي بدا الكونتاكت ساعة؟ والله العرض بدا عن طريق وكيل الأعمال نزيه العجلاني نتاعي، هو اللي معناتها اتصل بيا وقام صارت الاتصال بهو يعني، ويعني ما كانت صعيبة برشا الحمد لله، كانت الأمور سهلة يعني مع الكوتش سي نجيب بن ساير، زاد هو اللي المدرب هذيك وكله، ما كانت صعيبة يعني، الأمور كانت سهلة والحمد لله يعني. أنت وائل تألقت بصفة خاصة تقريبا في زوز مواسم والتسع الأخرانيين منذ انتقالك تقريبا من ترجح لساقية الزيت، أكيد كانوا فما دي كونتاكت أخرين، كانوا فما عروض أخرين، علاش اخترت ريان؟ والله صحيح صحيح، كانوا عندي عروض أخرى من تونس وخارج تونس زادة، وعرض الريان معناها اخترت الريان على خاطر حبيت نخوض تجربة جديدة معناتها في الدور القطري، معناتها دور كبير الدور القطري تو نشوفوه يعني، وكل حبيت نخوض تجربة جديدة واللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله. من تونس شكون الفرق؟ والله برشا فرق من تونس يعني، الفرق الكبرى معناها اتصلوا بيا من تونس وبرشا يعني من تونس وخارجها زيادة الكل. الترجي نعرف حاب يرجعك. والله صاروا اتصالات صحيح بينه وبين الترجي، صاروا فما اتصالات صحيح. اي جمعيتك ما عرفش، ما نصور كي خرجت منك قعدت بوان نوار، علاش ما رجعتش لجمعيتك باش معناتها بعد ما طلعت بالي اخر؟ والله شوف سليم، صحيح الترجي معناها فريق كبير واي واحد معناها يتمنى يلعب فيه وكل، صارت اتصالات صحيح بعد ما معناتها ما كملناش للاخر الاتصالات نتاعنا، الله غالب ان شاء الله في فرصه قادمه يعني مره اخرى وكهو. ما كانوش معروض اوروبيه ديما تعرف التوانسه نحبوا نشوفوا ملاعبيتنا في اوروبا خاصه ملاعبيه الشبان السعوديه. صحيح والله كانوا فما عروض اوروبيه صحيح، جوست معناها مش ما كانوش 100% كيف ما نقولوا يعني، جوست معناها معناتها فكره وبرا الغالب معناها تو معناتها كيف ما نشوفوا معناها الوجهه نتاعي كانت في نادي الريان، معناها نادي فريق كبير زاده وكل، ومعناتها الوجهه كانت غادي تو في الدوري القطري كاو. شنو طموحاتك من تجربة جديدة هذه؟ والله بالطبيعة تجربة كيف ما قلت لك يعني، نادي الريان نادي كبير، باش نزيد واحد يزيد يتحسن أكثر. الدوري القطري يعني دوري ممتاز ممتاز بالكدا يعني، فيه فرق كبيرة زادة واحدين أخرين، وعلاش ليه يعني تكون بوابة أخرى للفرق أخرى أكبر، ولا واحد يكمل في الدوري القطري يعني كيف ما قلت لك يعني دوري ممتاز زادة، وواحد يزيد يتحسن اكثر واكثر ان شاء الله ويزيد يوصل ما بعد ان شاء الله. نحكي شويه عليك انت يا وائل، ظهر لي برشا ملاعبيه كي يخرجوا من الفرق الكبيره خاصه ملاعبيه الشبان يتمسوا شويه مورالمون، انت لي مشيت لساقية الزيت عاودت خدمت وطلعت من جديد، ظهر لي فزت بالقاب ساقية الزيت، مشيت مع منتخب كيف كيف، شاركت بطولات عالميه تظاهرات عالميه كيف كيف، شنو السر في هذا وائل؟ صحيح والله كله معناتها توفيق من عند ربي هذه اول حاجه، والباقي خدمة يعني. واحد يعني كيف يخرج مثلا كيف ما قلت انت من نادي معناتها كبير كيما الترجي وكل شيء، معناتها مع انه ما نادي ساقية الزيت زاد نادي كبير ماهوش نادي صغير، واحد يزيد يخدم على روحه اكثر واكثر باش يطمح كيف ما قلت انت طموحات اخرى وكل شيء، واحد يحب يزيد يوصل يحب يزيد يمشي لبعيد، الحمد لله يعني واحد خدم على روحه وهذا كل توفيق من عند ربي كيف ما قلت لك زاد. نجيب بن ثير اكيد كان عنده بصمة كبيرة في اتمام الصفقة معك انت. صحيح صار معناتها الاتصالات معايا انا مع الوكيل نتاعي كيف ما قلت لك نزيه العجلاني، والحمد لله يعني ما كانتش صعيبه يعني الامور مع سي نجيب ومع الوكيل يعني نتاعي وكل شيء مسهل يعني كيف ما نقولوا الحمد لله. اقلمت مع السخانه في قطر ولا ما زلت؟
الحقيقة نزلت ومن اللي مشيت محصور محصور في الحجر الصحي، نزلت ما خدتش ما زلت ما خرجتش لتو، اما ان شاء الله نزلت نزلت لتو ما خرجتش، جزت هكا من المطار شوية سخانة ضربتني فهمت بها الدنيا كلها. سخونة برشا. جمعتين باش تبقى في الحجر؟ 10 ايام، اي مدة 10 ايام. وقتاش تبدا الاونترينمون ان شاء الله؟ والله ان شاء الله نهار واحد اوت ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة بالتوفيق وائل. عايش خويا الغالي، عايش ربي يفضلك. شكرا وائل المزوري اللاعب السابق الترجي كذلك النادي ساقيت الزيت على تدخلك معنا بالطبيعة، وبالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديدة مع نادي ريان القطري. كيف كيف لما نشوفوك متألق ولما ترجع كيف كيف للمنتخب. هكا نكملوا في البلاي اليوم اكيد. كل الفيديوهات نتلقاوهم المداخلات اللي كانوا معانا اليوم، سواء مدرب شباب مدرب نجم متلوي معز بوعكاز، او كذلك مدرب مستقبل سليمان شاكر المفتاح، ايضا رئيس الوفد التونسي في اولمبياد طوكيو رضوان المناعي حكينا عليه معاه في برشا مواضيع، ايضا فاضل بوجناح مراسلنا في صفاقس، وكملنا مع الهوند حكينا مع وائل المزوغي اللاعب اللي التحق بالبطوله القطريه. كل المداخلات هذه تلقاهم على الصفحه نتاعنا اكسبريس اف ام، والا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس اسبور. شكرا على يا باشا في الاخراج، ايضا تقوى المديوني في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المدبر.